عادت لعمر، عمر راح يسدد قوية، برافو برافو، حارس المرمى يخلصها، لا تزال المغربية، ولكن إشارة إشارة من حكم المساعد وأوف سايد. حالة تسلل شوف هنا، وحالة تسلل كان وقع فيها لاعب المنتخب المغربي، لاعب بركات. شوف هنا عمر، برافو، تسديده كانت رائعه واروع، كانت من حارس المرمى يوسف حسن، اخطر الكرات من هذا القائد. القطري بتحرك مع المعز، رغم مساندة السعدي ومساندة ايضا